مرحبا يا أطفال، عمو يزيد يعطيكم موعد بحلقة جديدة من حصتكم المفضلة مع عمو يزيد. رح نحتفل اليوم في هذه الفترة بذكرى مولد خير الخلق. في هذه الفترة كذلك كان يوم عالمي مهم، يوم 14 نوفمبر هو اليوم العالمي لداء السكري. الرادو والشاطر يعطينا الحل، حكاية فيها عبرة حكمة مثل. جاءت العقبة، بذل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنهم جهدا عظيما في نشر الدعوة الإسلامية في مكة المكرمة إلى أنها قبلت بالعداء والرفض. إذن أحبائي كما وعدتكم أحكي لكم حكاية شجاعة علي بن أبي طالب. بما أننا في هذه المناسبة السعيدة المولد النبوي الشريف، عمو يزيد دلكم أغنية جميلة تتغنى بالمولد النبوي الشريف. على النبي صلينا، على النبي صلينا، على النبي صلينا، على النبي صلينا. وانتم إلى حبيتوا عمو يزيد يقرأ الرسائل تاعكم، ما عليكم إلا توجهوا الموقع الانترنت عمو يزيد .com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. عيد ميلادك أحلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولوا، هيا نصفق ونغني. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد. حمل التطبيق في البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل والتفعيل اكتشف كل الحصص، كل الحفلات، كل اللقاءات الصحفية وأكثر. أحبائي الأطفال، حصتكم المفضلة مع عمو يزيد تأتيكم مساء كل يوم ثلاثاء. ترقبونا، كونوا في الموعد.